وللحديث أكثر عن الوضع في إيران في ظل عودة التظاهرات ضد النظام في طهران، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. مرحبا بك معنا سيد نوري. مساء الخير أستاذ الكريم. أهلا بك. لليوم الثاني على التوالي يخرج المتظاهرون في الشوارع في عدة مدن في إيران احتجاجا على سياسات طهران، كيف تقيم دوافع هذه التظاهرات في هذه المرة؟ دوافع المظاهرات في هذه المرة تأتي بالطبع استمرارا للوضع المعيشي المزري لدى المواطن الإيراني نتيجة سياسات إيران الدولية وتعاملها الدولي غير الشفاف وغير المرحب به من قبل شعوب إيران داخلها ومن قبل شعوب المنطقة، من قبل دول المنطقة ودول الكبرى وهكذا المنظمات الدولية. نتيجة هذه الأعمال اليوم وضعت النظام الإيراني في زاوية، جعلت من هذا النظام أن يكون نظام ضعيف أمام لا يستطيع أن يؤدي مسؤولياته أمام المواطن الإيراني بشكل عام. ونتيجة هذه الأمور نرى هناك مظاهرات بين الحين والآخر تخرج من عدة مدن إيرانية، آخرها قبل يوم مساء يوم الخميس الماضي في مدينة أرجان أو بهبهان أو مدينة شمس العرب في شرق الأحواز، خرج هناك الآلاف من المتظاهرين واعتقل عدد كبير من هؤلاء ولحد الآن مصيرهم مجهول. نعم، وفي نفس الوقت هناك انتشار أمني مكثف كما تلاحظ وحملة اعتقالات لم تهدأ، لكن التظاهرات مستمرة. إلى أي مدى ترى أثر العقوبات الأمريكية حاضرا في هذه التظاهرات؟ بالطبع نتيجة العقوبات الأمريكية اليوم تركت تأثيرها على السلطة السياسية، ومن جهة أخرى أنانية السلطة السياسية النظام الحاكم في إيران في تعاملها وعدم الانتباه للملف الاقتصادي وعدم حلحلة الأمور، جاءت العقوبات الأمريكية كي تترك تأثيرها مباشر ربما بشكل غير مباشر نتيجة السلوك السياسي بالطبع على السوق الإيرانية وبالذات على سوق المال، حيث شهدنا اليوم الدولار الأمريكي يضاهي أكثر من 25 ألف تومان حتى مساء هذا اليوم، وهذا نتيجة العقوبات الدولية التي سببها النظام الإيراني بسلوكه الغير مسؤول. نعم، المعلومات تشير إلى اعتقال ما يزيد عن 30 ناشطا حتى الآن، كيف هي الحصيلة أو كيف تبدو بعد يومين من استهداف الناشطين والمتظاهرين؟ هناك روايات مختلفة حول عدد المعتقلين والمعتقلات خلال الأيام الماضية، خاصة في مدينة شمس العرب، مدينة بهبهان في شرق الأحواز، ولا توجد إحصائية دقيقة، حيث النظام نظام أمني بوليسي وعدة مرجعيات حول عدة مرجعيات قضائية أمنية وغيرها هي المسؤولة عن الأمور، فتعدد المرجعيات هذه يضيع في الواقع يموه من شكل آخر من الإحصائيات، فلا يستطيع الناشط والمتتبع أن يصل إلى إحصائيات دقيقة، ولكن ما نشر لحد الآن أكثر من 30 شخص بينهم نساء واعتقلوا في مدينة بهبهان. نعم، ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة أيضا، هي ما جاءت على لسان الخارجية الأمريكية التي خاطبت المتظاهرين في إيران قائلة: سمعنا شعاراتكم وسنكون إلى جانبكم ضد النظام. إلى أي مدى ترى أن التظاهرات هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، ولا سيما أن الخارجية الأمريكية صرحت في وقت مبكر يعني؟ بالطبع الخارجية الأمريكية كما في السابق باختلاف قليل أنه كانت سابقا في إدارة الديمقراطيين كانوا يتكلمون شيء ويطلقون شعارات وهم يتواصلون مع النظام الإيراني، اليوم المواطن الإيراني ينتظر أكثر من ذلك، ينتظر أن الجمهوريين في الولايات المتحدة أن يكونوا حليفا له ضد نظام الملالي. فهذه التصريحات الخارجية الأمريكية تأتي نوعا ما تغذي الروح النضالية لدى المواطن الإيراني الذي يكافح من أجل البقاء على الحياة، من أجل الحصول على مساحة من الحرية، من الديمقراطية، من أجل الاحتفاظ بإيران وثرواتها. هذه الأمور اليوم أصبحت هموم مشتركة بين بعض سياسات الولايات المتحدة ربما وبين هواجس ودوافع المواطن الإيراني، فربما قد تأتي في هذا الإطار.
هناك من يرى أن الاتفاقية التجارية المزمع عقدها بين بكين وطهران هي سبب الدعم الأمريكي للمتظاهرين في إيران، هل تعتقد ذلك؟ بالطبع، يعني حين نتابع شعارات وهتافات المتظاهرين خلال الأيام الماضية والليالي الماضية في عدة مدن، نسمع هناك تنديد واضح لما تعمله طهران من عهود بشكل يعني غير مسبوقة، حيث تسلم البلد وثرواته إلى السلطات الصينية. فهذا هذه الأمور تدفع بالمواطن الإيراني أن يكون لهذا التخوف أن بلده تحت احتلال دولة الصين، فهذا يدفعه إلى الشارع ويتمرد على السلطات. نرى هذا الشيء. فمن جهة أخرى أيضا الولايات المتحدة لديها مصالحها في الخليج، لديها مصالحها في إيران والمنطقة، وبالطبع هذه المظاهرات قد تتلاغى مع طموح الولايات المتحدة في المنطقة. فمن هذا الباب ممكن أن نؤكد ما قلته. نعم. طيب، ما علاقة استهداف ومقتل قائد قوات البسيج بما يجري من أحداث؟ هل هناك علاقة؟ الأحداث الأمنية من هذا الشكل، من أنه حقت حين تبدأ مظاهرات بأي نقطة من إيران، عادة يسقط عدد من الناس بين قتلى وجرحى ومعتقلي وإلى آخره، وقد يسقط من صفوف القوى الأمنية من بسيج، من الحرس، من الشرطة وإلى آخره. فهذه الأمور تأتي في إطار التحشيد الشعبي والعمل وشدة الاحتقان الموجود، ممكن تفسيرها من شدة الاحتقان الموجود ممكن أن تحدث أحداث، وإذا استمرت هكذا قد تصل إلى مرحلة العسكرة. نعم. كما تعرف أستاذ نوري، السياسة الخارجية الإيرانية قائمة على التدخل في دول المنطقة، في العراق واليمن وسوريا، ودعم ميليشياتها في هذه الدول. إلى أي مدى ساهم كل هذا في زيادة الغضب الشعبي في إيران؟ شعارات الإيرانيين هدفاتهم واضحة منذ سنين، وهم ينادون لا غزة لا لبنان، روحي فداء إيران. هذا الهتاف أصبح رمز في معظم المدن الإيرانية حين يتظاهرون ضد تدخلات طهران، تدخلات طهران في المنطقة، بمعنى أن المواطن الإيراني يفسر أن ثرواته وما لديه في الواقع تقدمها هذه السلطات، سلطات طهران، إلى الميليشيات التابعة لها لتحقيق أهداف سياسية غير مرحب بها من قبل المواطن الإيراني. فهناك ربط مباشر بين تدخلات إيران في المنطقة، وبين انطلاق المظاهرات في الداخل، وبين تنديد المواطن الإيراني وحتى المواطن الآخر غير الإيراني بملبة تدخلات إيران. فكل هذه الأمور مترابطة ببعض. نعم، أشكرك أستاذ نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.